السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. وحشتوني جدا جدا. النهاردة إن شاء الله جاي لكم برؤية جميلة جدا ومبشرة للمرأة المتزوجة والبنت العزباء. هقول لك تفسير رؤية ابن العم في منام المرأة المتزوجة وعلاقتها بالحمل القريب وعلاقتها بالرزق، وهقول لك تفسير رؤية ابن العم للبنت العزباء وعلاقتها بالزواج وبالرزق كمان، وبتفاصيل كتير بإذن الله في الفيديو ده. لو محتارين في تفسير اي رؤية زي ما احنا متفقين اشتركوا في القناة واكتبوا الرؤية اللي انتوا عايزينها، وانا هرد عليكم. والله برد على قد ما اقدر، بس الكومنتات بتبقى كتير، فانا برد على قد ما اقدر. ولو في حد ما ردتش عليه ابعتوا لي الكومنت تاني في فيديو جديد او حاجة عشان ابص عليه ويظهر معايا بسهولة. محتاجة دعمكم بجد بجد، نفسي افضل موجوده معاكم. شجعوني ان انا كل يوم اعمل فيديو واحس، اصل كده بعمل الفيديو ابص الاقي مثلا ما فيش غير حوالي 10 لايكات، 20 30، اكتر فيديو عندي ممكن الاقي 200 لايك ولا حاجه، فصعب قوي بجد. بالله عليكم ادعموني، محتاجه دعم، محتاجه تشجيع. اعملوا لي شير كتير واعملوا لايك كتير عشان القناه تكبر بيكم وليكم. يلا بينا بقى نخش في تفاصيل الحلقه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. بصوا، اول حاجه هفسرها للمراه المتزوجه، لما تشوفي ابن عمك في المنام عموما، يعني لما تشوف، بس طبعا في حاله كويسه، في رؤى بيبقى مثلا فيها تفاصيل يعني غير محموده، فطبعا دي ده تفاصيل ولها تفسير مختلف تماما. لكن الرؤى اللي انا هقولها النهارده كلها مبشره. لما تشوفي ابن عمك في المنام، الرؤى دي بتدل على رزق جايلك باذن الله، وخير كبير ربنا ان شاء الله هيبعتهولك. طب لو شفتي ابن عمك مبسوط وبيبتسم، بس مش بيبتسم لك انتي، لاحظوا الفرق اللي انا هقوله دلوقتي. لو شفتيه في المنام مبتسم كده، فالرؤية دي بتكون دليل على انك ان شاء الله سوف تنالي حياة أسرية مستقرة. يعني لو حياتك الأسرية مش مستقرة وشفتي الرؤية دي، بإذن الله اعرفي ان ربنا بإذن الله تعالى هيديكي حياة أسرية مستقرة وسعيدة بإذن الله. طيب لو شفتي بقى بيبتسم لك انتي، لو شفتي ان انتي واقفة، شفتي ابن عمك واقف وشه كده منور وبيضحك لك وبيبص لك وبيبتسم، هنا بقى الرؤية دي بتكون دليل بإذن الله تعالى على انك سوف تحملي قريبا، بإذن الله هتبقي حامل قريبا جدا، وبإذن الله تعالى هيكون المولود صبي يعني ولد، وطبعا لله علم الغيب. كده خلصت اللي انا جاية اقوله النهاردة للمرأة المتزوجة. يلا بينا بقى نخش على الرؤية دي للبنت العزباء. طيب البنت العزباء لما تشوف ابن عمها في المنام عامة وهو برضو في حالة كويسة، مش فيه أي تفاصيل في الرؤية غير محمودة، لأ يعني ابن عمك شفتيه كويس في المنام وكده، الرؤية دي بتكون دليل إن شاء الله على منافع كثيرة هتجيلك وعلى خيرات وعلى رزق بإذن الله تعالى. طيب لو شفتي بقى ابن عمك بيبصلك في المنام بنظرة إعجاب، طبعا كل بنت بتبقى عارفة الشخص اللي قدامها النظرة اللي بيبصلها بيها معناها إيه، بتقول ايه، ده اكيد مفيش حد ما يعرفش الكلام ده. فلما تشوفي في المنام ان هو بيبص لك نظرة اعجاب، شايفة كده ان هو بيبص لك، ويعني عايزة اقول لك ايه، انبهار، او حاسة ان هو منبهر كده وبيبص لك وعينه كده كلها اعجاب وكلها انبهار بيكي، الرؤية دي بتكون دليل على انه يود ان يتزوج منكي، او انه لديه مشاعر حب ليكي، في جواه مشاعر بتتحرك ليكي، او الرؤية دي بتكون دليل على انه خلاص بيتمنى او بيرتب ان هو ان شاء الله يتقدم عشان يتزوجك. ولكن خلي بالكم من كلمة ولكن، لو انت بقى بتحبي ابن عمك تمام وبتفكري فيه ليل ونهار، وجيت شفتي الرؤية دي، مش معنى كده ان ده نفس التفسير اللي انا قلته، كده بقى الموضوع هيتحول ان هو ممكن يكون حديث نفس. خلي بالكم الفرق الكبير ده، يعني الرؤى اللي انا بقولها دي معناها ان انت نايمه مش في دماغك ابن عمك، او هو مفيش مشاعر ليكي، او حتى لو في اعجاب بس انت ما بتفكريش فيه، بتشوفيه سليم عليه عادي او كده وانت مش في دماغك اصلا. فشفتي الرؤى دي، ده تفسيرها اللي انا قلته، وطبعا كل حاجه ربنا اعلم بيها. ولكن انت بتحبي ابن عمك وليل ونهار عماله تفكري فيه ونمتي وحلمتي كده، لا ده حديث نفس، او عقلك الباطن بيديكي في المنام بيخليكي تشوفي اللي انت بتتمنيه يحصل،
يعني اللي انت نفسك ان هو يحصل هو في المنام، يعني في العقل الباطن بيصور لك بقى الحاجات اللي انت نفسك فيها وانت نايمه ان هي حصلت. تمام، اعرفوا الفرق بين حديث النفس وبين الرؤيه اللي تبقى من عند الله عز وجل. تمام، عايزه اقول لكم طبعا انا كنت متكلمه قبل كده عن فيديو تعرفي ازاي اللي انت شفتيه في منامك حديث نفس ولا رؤيه من الله عز وجل ولا مجرد حلم ولا يعوذ بالله من الشيطان. اتكلمت قبل كده كذا مره في كذا حلقه عن الموضوع ده، وبرده هنزل لكم في صندوق الوصف رابط عن الفيديو ده عشان لو في حد ما اتفرجش عليه انزلي في صندوق الوصف وادخلي على الرابط وباذن الله تتفرجي عليه وتستفيدي. بالله عليكم اعملوا شير كتير، شير كتير قوي عشان القناه تقف بيكم وليكم وكل الناس تستفيد. اعملوا لايك كتير، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، ولو محتارين في تفسير اي رؤيه ابعتوا لي الرؤيه وانا هرد عليكم على قد ما اقدر. الناس اللي ما بردش عليها والله هحاول ارد، ولو ما ردتش ابعتوا لي الكومنت تاني عشان خاطر اقدر اشوفه بسهوله، لان من كتر الكومنتات او من كتر الرؤى انا ببقى مضغوطه، فساعات في حاجات كتير ما بشوفهاش. بس كده يا رب تكونوا استفدتوا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.